التقى الوفد الوطني المكون من وفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله بالسفير الروسي في اليمن السيد فلاديمير دوتشكن وسفيرة الاتحاد الأوروبي في اليمن تينا موشايت. خلال اللقاء عبر الوفد الوطني عن شكره لجهود سفيري روسيا والاتحاد الأوروبي على مواقفهم المساندة للشعب اليمني ودعمهم للجهود التي تبذل من أجل إنجاح المشاورات في الكويت. واستعرض الوفد الوطني موقفه من القضايا المثارة على طاولة المشاورات، وفي مقدمتها ضرورة التوافق على سلطة تنفيذية وتوافقية ولجنة عسكرية وأمنية توافقية وضمانات خاصة بالمرحلة الانتقالية تزيل مخاوف كل الأطراف، مشددين على ضرورة أن يكون الاتفاق شاملا. وأشار الوفد الوطني إلى عرقلة وفد الرياض الواضحة للمشاورات من خلال الانسحابات والتعليق في الوقت الذي يحرص فيه الوفد الوطني على الاستمرار فيها، حرصا منه على تحقيق حل يوقف العدوان ويرفع الحصار ويحقق السلام ويؤدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية. كما أكد الوفد الوطني على أن الخروقات التي يرتكبها التحالف والمنتفعون من خلال استمرار القصف والغارات الجوية والتحشيدات والهجوم على مواقع الجيش واللجان الشعبية تمثل محاولة لعرقلة المشاورات وتهديدا لها. وتناول الوفد الوطني في اللقاء الآثار الكارثية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، ومنها منع سفن المازوت من الدخول إلى الموانئ، الأمر الذي انعكس في انقطاع الكهرباء على المحافظات الساحلية وما يتسبب فيه من معاناة غير مسبوقة لأبناء تلك المحافظات. وشدد الوفد الوطني على ضرورة رفع الحصار بشكل شامل، وفي المقدمة الحصار الجوي ووقف المرور عبر مطار بيشة الذي يمثل انتهاكا صارخا وتعديا واضحا على حقوق اليمنيين. من جانبهما عبر سفيرا روسيا والاتحاد الأوروبي عن دعمهما لجهود إنجاح المشاورات في الكويت وضرورة أن تنتهي باتفاق شامل وعادل ينهي معاناة الشعب اليمني، مشيرين إلى ضرورة توفر ضمانات موثقة ضمن الاتفاق النهائي للحل، مطالبين تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف لتحقيق السلام. وكان الوفد الوطني المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله عقد جلسة مشاورات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في قصر بيان بدولة الكويت. ناقشت الجلسة القضايا المتصلة بالحل السياسي، وفي مقدمها السلطة التنفيذية التوافقية وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية والضمانات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى قضية التثبيت الدائم والشامل لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني. وتحدث الوفد الوطني عن الكارثة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المحافظات الساحلية بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة العدوان والحصار، مشيرين إلى أن استمرار العدوان السعودي في شن غاراته الجوية واستهداف المنشآت الاقتصادية يؤكد سعيه لعرقلة مشاورات الكويت. بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى المهندس عبد الحكيم مصلح طاهر شحيط رئيس اللجنة الفنية بفرع المؤتمر في محافظة الضفة.